بأنهم أتيحت لهم هالفرصة واختارهم الجمهور. الاسم الأول اللي طبعا حصل على الكرت الذهبي من الجمهور وصوت الجمهور هو المتسابق حاتم الحربي. أيضا الكرت الذهبي الثاني اللي أيضا منحه الجمهور للمتسابق خالد الروقي. وأيضا الكرت الأخير من الجمهور الكريم قدمها أيضا للمتسابق سلطان جلوي. موفقين إن شاء الله يا شباب. أتمنى أني ما أجيكم في موضوع استبعاد أو موضوع عقوبة، ونشاهد إن شاء الله نسخة مميزة. موفقين إن شاء الله. هلا بيجونكم.